هناء كانت سألت على في علاج قاطع دكتورة نيفين. هو حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج قاطع، بس زي ما الدكتورة دينا تفضلت وقالت في حاليا علاجات بره لسه ما نزلتش مصر، بس مكلفة جدا جدا، ممكن ناخد مرة في السنة لمدة سنتين. يعني في ناس مثلا لديها قدرة مالية انها أوكي. تسافر، ده سؤالي، ده لو هم سافروا بره هل في شيء افضل؟ طبعا خلينا نكون واضحين عشان في ناس لديها قدره انها تسافر. في ادويه افضل، بس خلي بحرك من حاجه، ان كل دواء افضل له اثار جانبيه برضو مش هينه، فلازم الموضوع يتوزن. فهي مش قصه ان انا هاخد علاج هيخففني 100%، حتى هذه العلاجات بنتكلم على مده 5 سنين واربع سنين، لسه هنشوف بعد ال5 سنين دول. تمام، يعني هياخد العلاج مثلا بتاعه سنه والثانيه، ونستنى 5 سنين ونشوف، ممكن قوي ان احنا نضطر ناخد كورس تاني او لا. فما فيش حاجه قاطعه حتى هذه اللحظه.